أيضا دليل لمن قالهما واحد. هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة ذكرها المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهي هل الإسلام والإيمان معنى واحد أو بينهما فرق، أو الإسلام شيء والإيمان شيء، على خلاف الأقوال ثلاثة. أشهرها قولان، من قال إن الإسلام والإيمان معنى واحد، ومن قال إن بينهما فرقا، وهو أن الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطن. ثم قال إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ونسب الرجب القول الأخير هذا إلى الجمهور، جمهور أهل السنة. والقول الأول نسب ابن عبد البر إلى جمهور أهل السنة، يعني أيضا متنازعون فيما هو قول جمهور أهل السنة، لكن المسألة فيها خلاف بين أهل السنة. وأظهر الأقوال ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في مجموع الفتاوى وفي شرح حديث جبريل، أنهم إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا، وبهذا تجتمع الأدلة. حديث وفد عبد القيس الذي أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس فيه أنه عرف الإيمان وذكر أركان الإسلام السبعة، لما ذكر أركان الإسلام كم؟ خمسة، لأنه ما ذكر لماذا؟ ذكر أركان الإسلام يعني الأمور العملية، لأنه ما سئل عن الإيمان وحده، فإذا افترق اجتمع. في حديث عمر حديث جبريل ابن عمر عن عمر لما سئل عن الإيمان عرف الأمور الباطنة والإسلام بالأمور إيش؟ الظاهرة. الإيمان تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، والإسلام تشهد لا إله إلا الله إلى آخر كان الإسلام خمسة. هنا لما اجتمع إيش؟ افترقا. ويوضح ذلك قول الله عز وجل في قوم لوط. قوم لوط لما كان في بيته مع زوجته، معه زوجته يسمون مسلمين، إذا خرجت زوجته من بينهم يسمون ماذا؟ مؤمنين. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين من البيت، يعني فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لما اجتمع ماذا؟ افترق. واضح يا أخوان؟ وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وأن الإيمان أرفع درجة من الإسلام. نعم. ويقول